مدرج عامر رئيس نادي سموحه. باشمهندس برحب بيك. ازيك يا استاذ اسلام؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ربنا يخلي حضرتك. الله يخليك. تحت امرك. يعني الوزير اشرف صبحي وزير الرياضه اعلن عن امكانيه عوده النشاط الرياضي بشكل رسمي، طبعا بالنسبه للتدريبات يوم 15 يوليو، بالنسبه لعوده النشاط بالكامل بدءا من اول اغسطس. هل انت شايف ان في حاله عوده النشاط في اول اغسطس، هل الدوري هذا الموسم ممكن يستكمل، ولا من الافضل ان احنا نبدا الموسم الجديد وتبدا الانديه تستعد للموسم الجديد؟ والله طبعا هو كلام الوزير كلام منطقي، بس هو قرار ان الدوري يكمل او ما يكملش ده قرار دوله. ده قرار دوله، لان الدوله هي اللي هتقدر تقول وتتكلم مع وزير الرياضه ومع اتحاد كره القدم. عشان انا ما عنديش مانع ان العب الموسم ده، اكمل الموسم ده ما عنديش اي مانع، لكن لو الدوله شايفه ان احنا الموسم ده مش هيكمل وهتلعب الموسم القادم برضه ما عنديش اي مانع. احنا جاهزين، لان طبعا الانديه في الاساس هو انت عارف ستك، احنا يعني الانديه دي هيئات رياضيه بتمارس الرياضه، وبعدين في مثلا نادي زي نادي سموحه ده تابع للشباب والرياضه. فحضرتك احنا جزء من خطه الدوله. فاحنا لا نمانع ذلك ولا نمانع غير ذلك. طيب يعني عايزين الدوله شايفه واتحاد الكوره شايف ان احنا نقدر نلعب الدوري، اهلا وسهلا. شايفين ان الدوري ده خلاص انتهى ونلعب السنه الجايه، مفيش مشكله، نلعب الكاس مفيش اي مشكله، احنا جاهزين. طيب على اي وضع احنا جاهزين. طيب كان في مقترح ان الدوري السنه الجايه يكون دوري من مجموعتين. لا انا لا ارحب بذلك خالص. لا، اصل الدوري حلاوته ان حضرتك تلاقي كل الفرق تلعب بعضها. الدوري حلاوته في المنافسه. مع ان سموحه يعني فتره من الفترات تفوق في دوري المجموعتين. مظبوط، حصل. وكان مع حماده صدقي برضه. ايوه يا كابتن، مظبوط كلام سيادتك، صح يا اسلام بيه. بس برضه لو كان دوري واحد كنا تفوقنا، لان كانت فرقه كانت ممتازه جدا، والكابتن حماده بذل مجهود كبير جدا، وكانت اللعيبه بتحبه ومتفاهمه معاه بشكل كبير قوي قوي قوي، فقدر يحقق النتائج دي. فهو حضرتك المتفوق يكون عنده استعداد يلعب اي حد. انا شخصيا افضل ان يكون الدوري من مجموعه واحده، افضل كثيرا، وكل ما قللنا عدد انديه الدوري الممتاز كل ما كان احسن، وناخد عبره بقى من الدول المتقدمه. يعني هل يعني كل ما نقلل عدد الدوري الممتاز، هل ده ينطبق برضو او هيخليني اسال حضرتك سؤال، ان تقليص عدد الجمعيه العموميه، هل حضرتك معاها؟ أنا موافق. طبعا. واتمنى ان يبقى في رابطه الانديه المحترفه تدير الدوري الممتاز، الدوري المحترفين طبعا. طبعا ما ينفعش ابدا ان الجمعيه العموميه يكون 340 والارقام الكبيره قوي، لان كل فئه من الانديه لها مصالحها تتعارض مع مصالح المستويات الاخرى. يعني الدوري الممتاز لهم مصالح، الدرجه الاولى لهم مصالح، الدرجه الثانيه لها مصالح، الدرجه الثالثه لها مصالح، كل مصالح من كل درجه من هذه الدرجات له مصالحه التي تتعارض مع الدرجه الاخرى. مش عايزه كلام بس. وبعدين الانديه حضرتك يعني هي اللي بتصرف وهي اللي بتعمل كل حاجه في كل العالم في رابطه الانديه المحترفه. نتمنى ان احنا نكون زي دول العالم المتقدمه ورابطة الأندية المحترفة هي اللي تدير الدوري، وأكيد هتساهم كبير قوي في زيادة إيرادات الدوري، لأن احنا محتاجين إن الدوري يستثمر بطريقة أفضل، وإن الدوري يكون يتباع بطريقة أكبر ويتسوق بطريقة أحسن. يعني في أمور كثيرة جدا ممكن تتحسن. طيب باشمهندس، يعني وأنت يعني أنت راجل ليك خبرة كبيرة من سواء في النواحي الاقتصادية ورجل صناعة في المقام الأول، يعني كيفية التأثر نادي سموحة، أو يعني مدى تأثر نادي سموحة بتوقف النشاط، وانت حضرتك هتواجه ده ازاي الفترة اللي جاية، وهل في خطة بعد كده الفترة المقبلة لمواجهة اللي ممكن الكوارث اللي بتحصل أو الظواهر غير الطبيعية اللي ممكن بنمر بيها؟ هو الظواهر الغير طبيعية دي قوة قهرية، لكن احنا علينا ان احنا نتعامل معاها ونطلع باقل الاضرار. وهو سموحه يعني طبعا زيه زي كل انديه مصر، كل انديه العالم تعرض الى ازمه كبيره جدا مع الكورونا، لكن احنا قدرنا ان احنا نلاقي افكار تجيب لنا ايرادات تساعدنا على ان احنا نعبر هذه المرحله.
لكن طبعا توقف النشاط ده كل الإيرادات بتقف والاشتراكات بتقف والرعاية بتقف والبث الفضائي بيقف وأشياء كثيرة جدا بتقف. مش عايزة كلام، النشاط ده هو اللي بيخلق الحياة وهو اللي بيخلق الإيرادات. لكن احنا الحمد لله ان احنا كان عندنا 3 أو 4 أفكار بديلة، ان احنا طرحنا يعني مبنى كده فندق ان احنا طرحناه للاستثمار، وطرحنا مجمع تاني للاستثمار، وطرحنا محطة وقود للاستثمار، وحصلنا على مبالغ تقدر انها تعيشنا 3-4 شهور ونسدد كل المرتبات. واحنا الحمد لله الفرق الرياضية قدينا ما علينا، يعني فريق الكرة واخد 60 أو 65% من رواتبه وعقوده، الفرق التانية واخدة 50% من عقود الباسكت والفولي والهندبول.